اليوم بتريق هالمصاص، تعرفونه؟ عجيب 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 هالشي عجيب. المهم هذا المصاص راح تحصلونه بالبوتيك عندي. الحين بختار لكم واحدة، شنو اختار؟ خوخ ولا ركي ولا توت ولا فراولة؟ خلنا اختار الركي، انا احب الركي، خلنا اختاره. ترى من صدقي حطيت لكم اياه بالبوتيك، تشوفوا بوتيكي راح تلاقونهم. حطيت لكم هذه الانواع. ابا تدرون شنو هذا؟ هذا شيء قوي قوي قوي، وسعره اهم قوي حيل. شوفوا تخيلوا ان هذا تنت حق الشفايف بالالوان. حتى متحمسه اجرب لكم اياه، كنت بسوي عليهم توتوريال باكر بس قلت بما انه ما في نوم خل اعلن عنهم الحين. شوفوا تنت حق الشفايف، الحلو فيه شنو؟ انه يخلي اللون طبيعي او طبيعي، هذا خلصي منها، يخليك في لمعه مع انه ثابت. خل اجرب لكم اياه تشوفونه. خلينا نختار الرقي، هذا الاخضر. شوفوا الحين بجرب لكم الرقي. شو حالاته؟ هذا شوي على الاورنج صاير ريحته تينن. بعد طبعا تحطونه على الخدود. حطيني شوي، شوفوا شلون طبيعي ينن ينن. طبعا كل الالوان موجوده، احمر وعنابي وعلى الاورنج شوي وعلى البينك. وكميه كبيره في داخل، يعني حلو، ويخلي شوي لمعه بالشفايف، ما يخلي ناشفه، حق بحر حق الصبح، خيال خيال خيال. طبعا بنات جايبه يعني كميه بسيطه، قصب دخلتهم البوتيك اكسكلوسيف عدى وناسه. وسعره ينن، فاللي تبي تروح تاخذه من البوتيك. اوكي شوفوا لانه موزعته عدل، فخل احط اللون العنابي. هذا العنابي ايه، شوفوا الحين حطيت العنابية هذه القامجة، بس شوفوا تحسين ولا شيء على الشفايف، شوفوا ماكو شيء، بس خلاص اثبتت وتين، ماكو شيء على الشفايف، ما تحسين انك حاطة حمرة. خيال خيال، الألوان كلها حلوة كلها، يعني ما أقول لكم أخذوا شيء، اللي يحب الوردي اللي يحب الأحمر، حتى اللي ما يحب الحمر شيء الفاقعة، تحسين ان شفايفك حيل طبيعية، مو حاطة شيء عليها. شوفوا جربت الخوخ هني، حطيت شوي هنا عشان يبين اللون، فظيعة. شوفوا يليكم أربع درجات، أغمد شيء اللي هو التوت، توت وفراولة، هذه التوت أغمد شيء، بعدين الفراولة، بعدين الرقي، بعدين آخر شيء الخوخ. أي أفتح شيء الخوخ اللي على الوردي حيل. شوفوا حطيت لكم إياهم على إيدي عشان يبين، أول واحدة الخوخ، شوفوا شلون وردي، بعدين احمر لهذا التوت الفراوله، الثانيه فراوله، الثالثه رقي اللي هي على البرتقالي شوي، اخر واحده التوت. طبعا انا جربت لكم التوت اللي قلت لكم حيل قامجه، وجربت لكم اول واحده ما جربتها، جربتها فوق اخر واحده فبين معي قامجه. شوف الالوان ثلاثتهم فظيعين، يعني هذول ما اخذتوهم الحين راح يصيرون سولد اوت، وعاد نطروا متى تردون توفرون. طبعا اكسكلوسيف بس عندي، صدق حدي 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 مستانسة عليهم.